السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد وصفة جديدة. اليوم غادي نحضروا كرواسة كتجي زوينة لذيذة وهشيشة. بسم الله على بركة الله. نبداو في المقادير. عندي هنايا الخميرة درتها في شوية ديال الماء باش تذوب، وعندي جوج بيضات، وعندي خميرة الفورية، وواحد فانيا، واحد نص كاس ديال الزبدة دايبة، وواحد ربعة ديال المعالق ديال السنيدة، حتى الخمسة على حسب الحلاوة. وعندي الدقيق، عندي واحد ثلاثة ديال الجبابن ديال الدقيق البيض، من بعد ملي كنضيفوا الدقيق ديالنا في العجانة كنبداو نضيفوا المكونات السنيدة. انا قلت لكم درت غير جهد واحد ثلاثه المعالق، نتوما ديروا على حساب الحلاوه. والسنيده نص كاس، حيت انا هذا الكاس هذا عندي صغير، والخميره واحد المعلقه صغيره بحال هكاك، والخميره الفوريه، وفانيا، من بعد كندير واحد شويه ديال الماء يدفى، ضروري الماء دافي هو باش كنعجنوا هاد العجين ديالنا، الماء دافي، وجوج بيضات. من بعد كنخليو هاد العناصر هادي تعجن، نبداو نضيفوا عليها الماء بشويه بشويه، عندك يعني ما ديروهاش جريانه، يعني العجينه عاديه، انتم البنات كتجي العجينه بحال هكا رطبه وزوينه كما كتبان لكم. انا حيدتها من العجانه ودرتها هنايا، من بعد درتها خبيزات صغار، قطعتها سته الخبيزات، ومن بعد غادي نبدا نقرص، غادي نقرص نطلق العجينه ديالي، وكل ثلاثه الخبيزات غادي نطلقهم بنفس العبار، باش غادي نحط وحده فوق وحده وكندير الزبده بيناتهم. غادي نطلق العجين ديالي مزيان، هانتوما البنات خصكم تطلقوا العجين بنفس العبار، خصكم ديروا نفس العبار بحال هكا كما كتشوفوا. وهاد الطريقه هادي راه طريقه مختصره لاباط فيتي، يعني كديري طبقه على طبقه ثلاثه طبقات بنفس الطريقه، وكتفرق بيناتهم بالزبده، واحد 100 غرام ديال الزبده كتذوبيها انت. انا درت عيني ميزاني، يعني كتذوب ديك الزبده. من بعد كتبدي ديري الزبده ما بين هذوك الطبقات، هانتوما البنات ضروري يكونوا قد ما تجيش وحده خارجه على الثانيه، ولا تكون وحده كبر من الاخرى باش ما تحلوش هما البنات. هانتوما هي الزبده كما قلت لكم كتذوبوها بحال هذه الطريقه هذه، وكتبداو تحطوا على الوجه ديال هاد العجين بهذه الطريقه هذه، حتى كديروها للوجه ديالها كامله. من بعد كتحطي هاد العجينه، هانتوما البنات غادي نحطها على العجينة الاخرى بالطريقة هادي. من بعد البنات كنشد هاد العجينة هادي كنقطعو على ربعة، وكنحط هادوك ربعة الطروفة، كنحط واحد فوق واحد باش كتجيني بحال لاباط فيت، يعني تجيني فيها الطبقات، ومن بعد كنخليها ترتاح. هانتوما بحال هكا البنات، عاوتاني نطلق عاوتاني العجين ديالي ونحط عاوتاني بحال هكا، ومن بعد نقطعها على ربعة ونحط هادوك ربعة ديال الطروفه وحده فوق وحده. هاد
ضروري ديروا الزبده مزيانه البنات، ديروا الزبده الجناب لكل شيء، ما تخليو حتى شي بلاصه ما ديروش ليها الزبده، كل شيء ديروا الوجه ديالها الزبده مزيان. ها نتوما البنات كما كتشوفوا بحال هكا، ها نتوما من بعد كتطلقوا العجينه ديالكم. انا دابا طلقت هذه العجينه، هذه طلقتها قرصتها، من بعد كنقطعها بهذه الطريقه. هذه انا درت الشوكولاته الابيض، اللي عندها شوكولاته كحل اللي بغيتي ديريه ديريه. وها نتوما البنات انا كنطوي بهذه الطريقه، يعني ساهله ماشي زعما شي حاجه صعيبه. ها نتوما البنات كندير الشوكولاته، انتما كتجي بحال هكا كيجيو زوينين. انتما البنات كيجيو زوينين، كتبان لك العجينه مورقه، يعني العجين كيبان لك مورق. بغيتي ديرهم بحال هكا كرواسون، بغيتي ديرهم يعني مثلثات، كديري بحال كديري خبزه دايره. عاود نطلق العجين البنات بحال هكا، وهاد العجينه هادي حيت كبيره نقسمها على النص صافي، وكتكملوا بنفس الطريقه. يعني سهله ماشي زعما شي حاجه صعيبه، يعني سهله ودغيا دغيا كتصايب. ولا بغيتي ديري البيتي بان كديري كديري خبزه دايره وكتقطعيها مثلثات. هادو درتهم صغيورين، الاولين درتهم كبار، هادو درتهم صغار. كيجيو لذاد وكيجيو زوينين البنات. من بعد ملي كنقطعهم كنخليهم يرتاحوا شوي، كنخليهم يرتاحوا شويه، عاد ديك الساعات كندهنوهم بالبيض. هذا هو الشكل ديالهم البنات، هانتوما كيجيو زوينين. ولدات كتخليهم يرتاحوا واحد شويه، ضروري تخليهم يرتاحوا حتى كيبانوا لك تنفخوا. كتشعلي الفران على 180 درجه، ومن بعد كتنقصي عليه باش ما يتحرقوش لك، كتنقصي عليه شويه. من بعد كنطربوا واحد اصفر بيض كندهنوه، ضروري خصكم تدهنوهم بالبيض من الفوق. من بعد ملي كيرتاحوا ما كدهنهمش قبل ما يرتاحوا، كتخليهم حتى يرتاحوا شويه كما كيبانوا لكم راه تنفخوا، وكيجيو زوينين البنات. واللي بغات يعني دير شويه ديال اللوز فوق منهم، ولا شويه ديال اللي بغيتو، ولا تخليهم هكا سامبل كما خليتهم انا حسن، كيجيو زوينين. من بعد البنات من بعد ملي كندهنوا كاع الكرواسه ديالنا كامله بالبيض، ملي كندهنوا الكرواسه ديالنا كنديوها للفرن. انا عندي الفرن ديال الغاز، كنفضل الفرن ديال الغاز على ديال الضو، حيت ديال الغاز كيحمروا مزيان وكيطيبوا مزيان، وصراحه كيطيب حسن من ديال الضو. ديال الضو انا بعدا كيدقس لي الحاجه ما كيعجبنيش. وانتم البنات كما كيبانوا لكم منفوخين زوينين، كندخلوهم من الفرن كما قلت لكم. نقصوا عليه، ضروري تنقصوا عليه، نقصوا عليه وخليهم يطيبوا على خاطرهم. ها هما من بعد البنات ما طابوا تحمروا وجاو زوينين، انتم كيجيو زوينين كيجيو هشاش. هذا هو الشكل ديالهم. الا عندك الناباج تقدري ديري لهم الناباج من الفوق، باقيين سخان ما قديتش نقيسهم باقيين سخانين، يلا خرجتهم من الفران. اللي عندها الناباج دير لهم الناباج، ودير فوق منهم كما قلت لكم اللوز، ولا دير اللي بغات كاوكاو اللي عجبها، ولا تخليهم بحال هكا سامبل كما انا خليتهم، كيجيو زوينين. هذا هو الشكل النهائي ديالهم البنات، كنتمنى تعجبكم هذه الوصفه هذه، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم هاد الوصفه هذه البنات. كما كيبان لكم هما رطيبين وزوينين، وكيجيو هشاش.
وكنتمنى تشاركوا في القناة وتبارطاجيو الفيديو وديروا اللايك وديروا تفعيل الجرس، وإن شاء الله نتلقاو في فيديو جديد إن شاء الله.